السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا الكرام والافاضل. اليوم فيديو سبيسيال على الخزائن ولي بلاكار. عندنا كامل لي موديل وكامل لي ميزور خاوتنا، وهذا ما شويه من بزاف. هذا لاريفاش حبينا ندير لكم عليه فيديو، واللي راه حاب يزيد يشوف بلوس دو موديل نقول له يبعث لنا في لاباج خاوتي بلا ما نطول عليكم. اي موديل عجبكم ديروا كابتشر ديكرون، بعثوا لنا في الفايبر، واتساب، ماسنجر، انستغرام ولا تيك توك، ونتهلاو فيكم كامل. ارواحوا خاوتنا نبداوكم بالكبير وانتو جايين. خاوتنا هذه الله يبارك راح يكون فيها 2.30 متر، هكذا خاوتنا في الارتفاع تقريبا 2.40 متر، مرفود على الارض، 4 بورت كوليسون، 2 بورت بانو كيما راكم تلاحظوا فيهم، باينين وشابين، وشكل خارجي شباب. لا سيليكتور خاوتنا راح تكون كومبليتمون بلو بوال. واش كنقولوا لا سيليكتور راح نهضروا على لي مونطون، لو هو ولو با، ميم لي بي خاوتنا، ولونكادرومون تاع البيبان، والفينيسيون شابه. صح التقسيم الداخلي منا ومنا راح ننصبوا 4 كاتيطاجير، يعني 5 طبقات. الحاجه الشابه سيباراسيون والكوتي ولو لو با كومبليتمون بلو ملتيبلي. هذا بالنسبه لهذه دو كوتي، يعني عندنا منا ومنا شحال من طبقه؟ 10 طبقات. وفي الميليو خاوتنا عندنا لي ترانغل تاعنا، وعندنا دو تيروار، وكي عندنا خاوتنا راهي بالملتيبلي وانا مشدوده بالانفيريور حاجه ما شاء الله. هذا الموديل نيميرو 1. لي بري خاوتنا راح نسيبوهم مكتوبين هنا، هاوليك هنا نافيشيو لكم لي بري، هذا البري تاعها هاوليكم. صح نزيدو نروحو نشوفو لو موديل نيميرو 2. قال لك بزاف لي بورت كوليسونت قانتون، اي ماشي مشكل عندكم الحق. هاليكم خزانه فيها 4 بورت اوفرونت، يجي فيها منا 5 طبقات كي نحسبو 1 2 3 4 1 2 3 4 5، هذوك نقولهم طبقات. وفي الميليو خاوتنا عندنا ايطاجير كبير واسباس بوغ لا ترينغل كبير، مرفود على الارض، والشكل الخارجي راكم تشوفوا فيه. لونكادرومون تاعهم راح يكون كومبليتمون بلو بواروج بهذاك لو موتيف تاع لافلور. البري تاع هذه راهو هنا. نزيدو نشوفوا موديل بالنسبه للميزور تاعها خاوتنا، هذه راح يكون فيها شحال؟ قولوا لي شحال خاوتنا؟ راح يكون فيها 1.60 متر خاوتنا. ونزيدو نشوفو موديل واحد اخر، ارواحو نشوفو موديل واحد اخر خاوتي كيما راكم تشوفو فيه. هذه هي راح يكون فيها 1.90 متر كيما راكم تشوفو فيها. هذا بلاكار، كي نقولو بلاكار خاوتنا شوفو لي هنا عندكم مساحة تخزين، مساحة تخزين لاترينغل تاعكم، وانا خاوتنا راحين نصيبو كيف كيف مساحة تخزين، وانا 3 طبقات وهذا 4. الميتيبلي خباط الله يبارك كيما راكم تشوفوا فيها هايدا. ومنا خاوتنا في الميليو من تحت كيما راكم تلاحظوا ستي في التحت خاوتنا كيما راكم تشوفوا راح يكونوا كاينين 3 تيروار. دونك هذه يا خاوتنا البري تاعها وما فيش عندكم. نزيدو نشوفوا نفس الموديل ولكن ماشي بلاكار، كيف كيف يجي فيه 1.90 متر هاوليكم، يجي باهي بالبواروش ويجي فيه لي تيروار، يعني الخزنه اللي كانت من فوق ما فيهاش. وبالنسبه للتقسيم نفس الشيء، يعني نفس التقسيم هاوليكم، 3 ايطاجير ميتوبي حاجه ما شاء الله. في ميليو عندكم ايطاجير واسباس بوغ لا تيرينغ ليكم انتوما، ومن تحت في يجي فيها 3 تيروار. هذه البري تاعها راه ما فيش عندكم. ايا نزيدو نشوفو هذا الموديل كيما راكم تشوفو فيه، راح يكون فيه 1.43 متر هكذا، راح يكون فيه 1.43 متر بالنسبه للارتفاع ما يهمش هكذا. دونك خاوتنا كيما راكم تشوفو من الفوق عندكم مساحه تخزين، هنا عندكم مساحه تخزين وكل حاجه بروبر ونقيه، وراكم تشوفو لوفيرتور بزاف فاصيل هاليكم. لا ترينغل تاعكم وايطاجير واحد اخر وخدمه بزاف بروب. عندكم هنا لانسيزيون والموتيف هذاك ودو تيروار، هذا البري تاعها راه ما فيشي. نزيدو نشوفو واحد اخرى سامب، هذه راح يكون فيها 1.50 متر مرفود على الارض، لونكادرومون تاعها راهو كومبليتمون بلو بوا روج كيما راكم تشوفوا. ونفس الشيء بالنسبه للتقسيم الداخلي، هنا راح يكون فيها 4 طبقات، وهنا عندكم طبقه واسباس بوغ لاترين. نزيدو نشوفوا موديل واحد اخر خاوتي كيما راكم تلاحظوا فيه شباب، يجي مرفود على الارض، 3 بورت كوليسونت، منا 4 طبقات، ومنا 5 طبقات منا عندكم لاترينغ تاعكم والتيروار، ومنا نفس الشيء هايدا. كي اذا جاتك هذه كبيره وحبيت وحده صغيره نقدروا نبروبوزيو عليكم وحده صغيره عليها، خلاص يجي فيها غير 1.20 متر اللي راكم تشوفوا فيها، 1.20 متر الارتفاع تاعها، يعني بزاف باهيه. الميتيبلي لا ترينغل تاعنا، وهنا عندنا شحال من طبقه؟ عندنا 5 طبقات. بالمختصر المفيد هذو هما الخزاين. كونتيني شباب خاوتنا عجبني وفرحت به بزاف، لانه بزاف ناس يسقسونا على الخزاين. دونك اي موديل عجبكم قلت لكم كابتشر ديكم بعثوا لنا في لاباج، وقلت لكم خاوتنا باللي لي بري راهم ما فيشين مع شاك موديل. بارك الله فيكم على المتابعه، ان شاء الله كنت خفيف عليكم، ان شاء الله كنتوا استفدتوا معنا. استغفر الله لي ولكم ربي فغفر لنا ذنوب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.